أكيد يعني. افتكر انه يعني نحتاج لان نهتم بالمنتجات التقليديه بتاعتنا في انها تكون هي يعني خير غذاء وخير يعني وسيله لانه نحن نستفيد من العناصر الغذائيه الموجوده فيها. ما حنمشي بعيد من الاهتمام بالجانب الصحي لانه ايضا الرياضه الاهتمام بها هو اهتمام بصحتنا واهتمام ايضا بعافيتنا، وبالتاكيد الرياضه ليها اهميه كبيره جدا في حياتنا نحن وفي حياه المهتمين بها خصوصا الناس المتعصبين في الجانب الرياضي يا رشا. أيوة، والرياضة للجميع، ودائما ما ننادي بممارسة الرياضة، والرياضة لكل الفئات العمرية. كابتن حمزة أبو عنجة المحلل الرياضي المعروف معنا على الهاتف، وسنتعرف على يعني الموسم الجديد للهلال والتسجيلات، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في الملخص الرياضي يوم الأربعاء عن التسجيلات، وإنه الفرق الرياضية ما محتاجة إلى هذا العدد الكبير من يعني اللاعبين الجدد، بالرغم من إنه قبل 6 شهور بس يا عمر هم يعني سجلوا لعيبة جدد في الفرق القومية السودانية ولم يستفيدوا منهم حتى الآن. المشكلة الأكبر إنه المبالغ اللي بتندفع يعني. أيوة، حاجة حتى حمزة يعني كان علق عليها قال ما أعتقد إن هم يعني بيستاهلوا كل هذه المبالغ الطائلة. حمزة أبو عنجة مرحبا بك وصباح الخير عليك. مرحبا بك وصباح الورد والفل والياسمين عليك الاستاذه رشا حرزاوي وعلى كل المشاهدين الاكارم وين ما كانوا على امتداد البث الفضائي لقناه التميز والجمال قناه الخرطوم. مرحبا بك كابتن حمزه ولك التحيه، طولنا منك يا راجل. الهلال ابو عمير. نعم والله تمتد التحايا ليك يا ابو عمير وانا سعيد جدا انت والله. انت نسيتني انت نسيتني شكلك كده. طيب الله ما نسيتك يا عمر يا اخي. يا اخي الله يديك العافيه. الله يديك العافيه دائما في ابو عمير يا اخي. الله يكرمك كابتن حمزه. نبدا بالهلال كما ذكرت رشا اعداده للموسم الجديد، وايضا يعني وقع لمحمد موسى وعدد من التسجيلات، يعني قد يدينا القراءه للهلال الان ومدى استعداده ايضا للموسم الجديد. بالتاكيد عمر، يمكن الهلال يعني لجنه التطبيع بالتنسيق مع الاداره الفنيه نجحوا في التجديد للاعب محمد موسى الضي لمده موسمين. كان في كثير من الارهاصات عمر بتتحدث عن الاستغناء عن خدمات المهاجم الثاني في الهلال محمد موسى، ولكن يعني قطعت جهينة قول كل خطيب. لجنة التطبيع يعني خلاص سجلت اللاعب أول الأمس يمكن في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم، وأصبح محمد موسى لاعب للهلال لمدة موسمين. ترحاب كبير جدا يمكن من القاعدة الهلالية بحسبان أنه اللاعب صاحب قدرات وإمكانات فنية كبيرة وبيمتلك بنية جسمانية إفريقية يحتاج لها الهلال من خلال مشاركته في دوري الأبطال. بتسجيل محمد موسى يكون الهلال نجح في انه يضم افضل العناصر يمكن الموجوده في الساحه، بالتاكيد على راسه ياسر مزمر والدين الخضر، بالاضافه ايضا لعلي عبد الله ابو 20، وفي الانتظار ايضا لجنه اللاعبين الهواء والدائره القانونيه بالاتحاد السوداني لكره القدم للافتاء في موضوع محمد الرشيد ورمضان عجب، بالاضافه لانه الهلال ايضا سجل مهاجم ود نوباوي ويعني صلاح عادل ويمكن عدد كبير من اللاعبين ومؤيد عابدين اللاعبين اللي بيحتاج لهم الهلال في مشوار الجديد. بعد تسجيل اللاعبين ديل اول الامس رشا الهلال دشن طبعا اعداده للموسم الجديد بميران كان ساخن طبعا بملعب الهلال بجوهر الزرقاء، اشرف عليه المدرب البوسني السربي عفوا زوران وبقيه الطاقم الفني، وبالتاكيد يعني اعداد الهلال المبكر انا يبدو لي قرار برضه سليم وصايب من الاداره الفنيه بحسبان انه في حديث عن انه مواجهه الهلال في اولى استهلاليه مشوار في دوري الابطال حتكون بعد اقل من 15 يوم، بالتالي كان لابد انه يكون في تحضير وتجهيز للاعبين حتى يكون اللاعبين جاهزين للمشاركه الافريقيه، لان الفتره الاعداديه نحن بنتحدث عنها دائما كفنيين انها واحده من الفترات المهمه جدا، يعني بتتطلب انه اللاعبين يكونوا في كامل الجاهزيه البدنيه والفنيه والنفسيه والذهنيه. اعداد انطلاق اعداد الهلال برضه وجد ارتياح كبير جدا من جماهير الهلال بحسبان انه
يعني في تطلعات في يعني لكل اولاد عشاق ومحبيها الازرق بانه الهلال حصل يعني تمويل تفرد من مشاركته في دوري الابطال، على الرغم من انه الهلال فقد طبعا لاعب الطرف الايمن اللي كان مميز جدا يمكن مع الهلال في الابطال في الموسم الفائت اللاعب طاهر الطاهر اللي ابرم طبعا عقده مع فريق سموحه المصري، واللاعب وجد يعني كان استقبال حافل يمكن في مصر الشقيقه، ودي دلاله على انه اللاعب السوداني يعني كعبه عالي ودائما يعني بيلفت الانتباه والانظار. نتمنى ان شاء الله لارسل برضه التوفيق مع سموحه، ونتمنى ايضا التوفيق للاعبين الجدد مع الهلال، ونتمنى ايضا التوفيق للجهاز الفني بعد تدشين يعني انطلاق يعني فتره في محترفين يا كابتن حمزه ولا كلهم ماخوذين من يعني الفرق الامتياز في هذه الدوره دوره هذا العام؟ كابتن حمزه الو كابتن حمزه يبدو انه فقدنا الاتصال. نعم طيب نحن نواصل نواصل في صباح الخرطوم، ونواصل ايضا يعني في الحديث عن الرياضه. ممكن افتكر كابتن حمزه يعني علق على استعدادات الهلال للموسم الجديد، وايضا فرق الغمه بمختلفها مسمياتها. نعم. ممكن هي ايضا الان تعمل بصوره مكثفه للموسم الرياضي الجديد، وانا افتكر هذا الموسم ايضا يعني شهد فيه الوسط الرياضي كثير من الجدال وكثير من النقاش حول مختلف القضايا فيما يتعلق بانتقال بعض اللعيبه من فريق لفريق اخر، وايضا يعني صعدت فيه فرق مختلفه للدوري الممتاز كانت هي موجوده خارج الدوري، وافتكر انه ده برضه مؤشر لانه نشاهد موسم قوي. بالاضافه لذلك عندنا مجموعه من الاخبار تعال تهتم بمشاركه السودان خلال منتخب الشباب وايضا المنتخب الوطني في مشاركات خارجيه، كلها تاتي نعم. تاتي في الادار الـ يعني الـ الاستعداد والمشاركات نعم. الوديه في المحيط الافريقي. وكل عشاق الرياضة عمر يعني نعم. كانوا بيمنوا أنفسهم بتسجيل محترفين صحيح. عشان نرتقي بالكرة السودانية، لأنه إحنا ما بنلعب دوري ممتاز فقط ولكن نلعب في الأمم الأفريقية وأبطال أفريقيا، ونتمنى إنه حتى نصل إلى كأس العالم نعم. نعم عشان كده لابد من كان تسجيل محترفين ينضموا إلى الفرق السودانية عشان ما الناس فعلاً يعني تصعد إلى الأمام بالكرة السودانية، ونشارك مشاركات خارجية بتكون عندها إيجابية ونسجل أرقام إن شاء الله. عموما ده كان بعض الملامح من الحراك الرياضي في السودان.